السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بأعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم من كل مكان في مصر وفي الوطن العربي وفي برنامج بيتنا أحلى. برنامج بيتنا أحلى بيهتم بمشاكل الأسرة المصرية بكل حاجة، من أول ما الاختيار لحد مشاكل التربية لحد مشاكل الجواز، كل ما يخص البيت المصري. إزاي نتخطى المشاكل دي وإزاي نحلها وإزاي نعيش في بيت أحلى وأحلى. خلونا قبل ما نبدا حلقتنا نرحب بضيفنا الكريم دكتور احمد مختار. اهلا بحضرتك دكتور احمد مختار، صيدلي حاصل على دبلومه الموارد البشريه من الجامعه الامريكيه. اهلا بحضرتك. خبير في التدريب والتطوير، استشاري التطوير البشري، حاضر لاكثر من 10,000 شخص، مدير الاداره والتطوير لشركه ديماس. اهلا بحضرتك معايا. ازيك يا فندم، فرصه سعيده مع حضرتك في اولى حلقات البرنامج. ربنا يكرمك، واحنا مبسوطين ان حضرتك معانا النهارده. شكر. وان شاء الله تكون حلقه مفيده للناس كلها باذن الله. خلينا نتكلم عن مشكله بتواجه البيوت المصريه كلها، وهي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اثرت على البيوت بطريقه كبيره جدا، خصوصا انها عالم مفتوح، بقى كل فرد في البيت ماسك الموبايل طبعاً. عايش حياته على الفيسبوك وتويتر وواتساب وغيرها، سواء كان الأب أو الأم أو الأولاد. دي حقيقة. في نفس السياق بقى الأب والأم بيعانوا في تربية ولادهم بتأثير السوشيال ميديا على ولادهم. خلينا نبدأ بسؤال، إيه مفهوم التربية؟ خلينا نقول برحب بحضراتكم جميعا وشكرا على المقدمة. خلينا نقول فكرة مفهوم التربية هي التقويم. يعني حضرتك دلوقتي ربنا رزقك أو ربنا رزق حضرتك بأولاد، سواء بنت أو ولد، المفروض أنت بتقومهم في سياق أنت محتاج منهم إيه، أو محتاج يبقوا موجودين في المجتمع إزاي. باختصار هي التربية تساوي تقويم ونشأة. أنت محتاج تنشأ الناس أو الأطفال أو ولادك على إيه، ومحتاج تقومهم إزاي. لو احنا بنتكلم في التراك او في المسار بتاع انت عايز تنشئهم نشأة دينية وبناء على الدين اللي حضرتك تنتمي اليه، فانت محتاج تقرأ في اصول التربية في الدين بتاع حضرتك وتنمية الجانب الروحي في النقطة دي. مش بس كمان انت هتعرف التقويم بتاعهم او بتاعك بناء على ايه، لازم انت تمارسه، وده نقطة فارقة. احنا هنقوم، فبالتالي احنا لازم نكون في الاول مقومين نفسنا. انت محتاجهم يكونوا نشأة طيبة، لازم حضرتك تكون نفس القصة. فهذه فكرة التربية هتساوي ايه؟ التقويم. تمام، يعني اسلوب تربية مختلف واهداف مختلفة بنحاول باسلوب التربية ان احنا نوصل ليها. طبعا. تمام. يعني حضرتك دلوقتي بتعتمد على انت عاوز ايه، الاوبجكتيف الجولز بتاعتك او الاهداف، وبناء عليه بترسم تاكتكس واستراتيجي. يعني كامل بيقول ده شركات، بس في الاخر انت طور من ده في بيتك. فبالتالي انت لو عملت ده في فكرة ان انت تعرف الاستراتيجيز والتاكتكس في التربية هترتاح. لو احنا بناء على اهواء، وانا لازم ابني يتربى بالطريقة الفلانية، وما درستش ما قرأتش ما تعلمتش ما جربتش، انا بالتالي انا خسران انا وابني. طيب. وده اللي بنشوف في المجتمع دلوقتي، ان تأثير السوشيال ميديا، وده الموضوع القيم والقوي جدا دلوقتي، ان كل المستمعين لازم يعرفوا تأثير السوشيال ميديا يبقى عامل ازاي. اسمح لي حضرتك نتعرف الاول على مفهوم السوشيال ميديا. حلو جدا. السوشيال ميديا لو احنا بالمصطلح بالابليكيشنز، هي فيسبوك، انستجرام، تويتر، يوتيوب، كل التشانلز اللي ولادنا واحنا بنستخدمها في حياتنا. وبالتالي المفهوم بتاع السوشيال ميديا هي الابليكيشنز. طب انا دلوقتي هستخدمها ازاي؟ هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي لها اثر ايجابي ولا سلبي؟ كل حاجة يا أستاذة لها أثر إيجابي وأثر سلبي، المهم أنا أعمل إيه؟ تمام، طريقة استخدامنا للسوشيال ميديا وطريقة تحكمنا فيها في بيتنا نقدر نعملها إزاي؟ طيب، خلينا نبدأ من بعيد خالص، حضرتك بتستخدم السوشيال ميديا؟ طب ابنك، بنتك، أنا، ولادي، إخواتي، كل الناس كلها بتستخدم السوشيال ميديا. ولكن هو الاستخدام هنا إيه الرابط بتاعه؟ أنت محتاج إيه من السوشيال ميديا؟ محتاج أتفرج على اليوتيوب، إحنا كلنا المفروض نتعلم على اليوتيوب. مفروض نتفرج على فيديوز تنمي من مهاراتنا وتطورها. ولكن العكس برضو على السوشيال ميديا، على كل المنصات دي في حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. أكيد. تقنين هذا الوضع والاستثمار في استخدام هذه الابلكيشنز او هذه التطبيقات مهم جدا. لو انا دلوقتي قلت ان انا استخدم اليوتيوب عشان اتعلم اصول التربيه، انا عايز انشا اولادي ازاي، يبقى بالنسبه لي خدت الجانب الايجابي من السوشيال ميديا. لو انا اتفرجت بقى على اي حاجه مضره
او مش مفيده. خلينا نتكلم بالمصطلح حتى، ان لم ما لم يضر لا ينفع. يعني حضرتك انت ما بتستخدمش وما ضركش، بس اهم حاجه استخدم حاجه بتنفعك. مش معنى ان انا ما استخدمش حاجه ما تضرنيش يبقى انا استخدمها، لا، المفروض استخدم حاجه تنفعني، لان الوقت ده هو 24 ساعه، فلازم ابقى عامل حسابي ان انا استخدم الحاجات دي من الطريقه الايجابيه. كمان انا دلوقتي لو جيت قلت ان انا ابني، يعني بمعنى بسيط كده، هو مدمن سوشيال ميديا، وده مصطلح مهم لازم نعرفه، ادمان السوشيال ميديا. ما ينفعش دايركتلي اقول له سيب الموبايل، اخده منه غصب عنه، كلنا بنعمل كده باي ذا واي، بس في الاخير هتنشئ الطفل على ان هو الممنوع مرغوب. هيجي يقول على اليوتيوب تعالى تستخدمه، هي غصب عنك من وراك حقنا يمسك الموبايل يفتح اليوتيوب، وده اخطر حاجه، هتنمي فيه حاجه سلبيه جدا واخد حاجه من وراك. وبالتالي لازم اعمل ريبليسمنت. يعني ايه ريبليسمنت؟ احط حاجه مكانها، زي ما قلت، زي ما هنتكلم دلوقتي، اللي هو بيستخدم اليوتيوب وعنده ليرنينج ستايل ان هو بيتعلم بالمشاهده، استخدم انا اليوتيوب برضه بفيديوز او ستوري او منصات تعليميه تعلمه الحاجات المهمه والمفيده له. ففكره الريبليسمنت للحاجات اللي انت مش عاوزها تكون موجوده فيه، اللي هو انا يعني بدل التربيه بالتلقين يبقى التربيه بالصوره المقارنه. بالظبط كده. فانا بخليه يتربى او يشوف بالرؤيه. يعني ازاي؟ انت دلوقتي عايز تنمي فيه الليدرشيب، فانا دلوقتي اجيب قصص الهدف منها انمي المهاره، مهاره القياده. فانا بالتالي عملت ريبليسمنت للنيجاتيف، او مش هنقول بالنيجاتيف زي ما احنا اتفقنا، اللي ما نفعتوش، اللي هي القصص العاديه، لقصه برضه هو بيحبها وبيستخدم اليوتيوب والسوشيال ميديا، بس في الاخر تضيف اثر وقيمه على شخصيته بالريبليسمنت. السوشيال ميديا مجتمع مفتوح، ابواب كتيره جدا. في الواقع كل واحد قادر انه يخش على السوشيال ميديا ويحط الكلام اللي هو عايزه، يتكلم زي ما هو عايز في اي موضوع، ممكن يختاره. ممكن تبقى مواضيع ايجابيه وممكن تبقى مواضيع سلبيه. ازاي احمي ولادي ان انا ان هم يتفرجوا على المواضيع السلبيه او اللي تخليهم يتعلموا حاجه انا مش عايزاها، وخصوصا ان احنا السوشيال ميديا اساسها اجنبي. ازاي اطوعها للقيم اللي احنا بنربي عليها ولادنا في البيئه المصريه؟ حلو جدا. بصي، انا ما اقدرش اقول لحضرتك اي دو جارانتي ان انت تقدري تقفلي عليهم كل هذه الابواب، بس في الاخر في مراقبه عن قرب ومتابعه. فانا بقول لحضرتك هو بيستخدم اليوتيوب وقت معين، تقعدي جنبه او حضرتك تقعد جنبه تشوف هو بيتفرج على ايه، الهيستوري بتاعت الموبايل بتاعت اليوتيوب، في اي ثينك تكنيكال ايشوز في اليوتيوب. انت بتقفل، بتستخدم السن بتاع الريجستريشنز والاسم بتاعك والاي دي له على اليوتيوب، وتحط السن بتاعه، وبالتالي هو بيمنع كل الحاجات اللي مش كويسه في التكنيكال ايشوز من حته التقنيه، يعني في السوشيال ميديا. انما الفكره كلها في المراقبه بتاعتك، انت هتبص على الهيستوري بتاعت اليوتيوب، هتشوف بيظهر لك فيديوز ان السوشيال ميديا او اليوتيوب بيشتغل بحاجه اسمها ارتفيشال انتليجنس، اللي هو الذكاء الاصطناعي، بيشوف انت بتدخل على ايه وبيظهر لك الفيديوهات. فبالتالي انت بتبقى عارف كل يوم عن يوم، حتى لو ما تبعتوش، طبعا مشاغل البيت الكتيره مش هتقدر تتاكد هو بيشوف ايه كل شويه بتاعك جنبه، وبالتالي الولد هيحس ان انت مراقبه، فبالتالي يظهر عنده نوع من انواع الخوف، وده اللي احنا بنرفضه. فبالتالي بقول لحضرتك انت بتشوف الهيستوري، تشوف الفيديوز اللي بتطلع، كل ده مهم جدا. وفي نفس الوقت انت تحببه في الفيديوز اللي بتتفرج عليها معاه. يعني باختصار، ابنك بيتفرج، انت بتتفرج عليه النهارده، استفدت ايه؟ فبالتالي هتلاقي انت بتعمل ريهيرس للمعلومات اللي وصلت له، فتشوف من كلامه على المعلومات اللي وصلت له دي، هل هي قيمه ايجابيه ولا سلبيه؟ هل هو اتعلم حاجه جديده؟ ده احنا نتاكد برضو تاني، مش معنى ان هو ما اتعلمش يبقى الحاجه دي مش مضره، هي بالنسبه لي ضيعت وقته. خلينا نتكلم، احنا عايزين نبني جيل قوي لبلد قويه، لمجتمع قوي، لامه قويه، فبالتالي احنا محتاجين الوقت بتاعهم يكون مطوع ان انت تاخد حاجه ايجابيه. فبالتالي لازم اخد بالي قوي هو بيتفرج على ايه من اسئلته، اما تيجي تساله من اجاباته. طيب ده بالنسبه للسن الصغير. هنكبر شويه، نخش في سن المراهقه. ده التعامل معاه يبقى عامل ازاي؟ اصعب. صعب جدا ان انا اتحكم فيه وفي تليفونه وفي الفيديوهات او الحاجات اللي بيشوفها على الفيسبوك او اليوتيوب او. يعني حضرتك جبت مصطلح صعب جدا. اصعب حاجه تقول له اتحكم فيك، خد الموبايل، ممنوع مرغوب، هياخد موبايل من وراك، يعمل لا قدر الله حاجه تانية، يسرق وياخد، يجيب موبايل عشان يستخدمه. ففكره التقنين والتقويم اللي احنا بنتكلم عليها هي التربيه. طيب. لو انا دلوقتي جيت قلت له سيب الموبايل،
ما بين اصحابه، ازاي ده باباك واخد منك الموبايل، مامتك بتعاملك انت لسه صغير، انت عندك 15 ولا 20 سنة، ايه اللي بيعملوه ده؟ وبالتالي انت هتنمي عنه قدرة ان هو اقل من زمايله، فيبقى في نتيجة عكسية، لا انا احسن، مين اللي قال حضرتك؟ وثقوا فيا شوية، ازاي ما تثقوش فيا؟ فبالتالي ده مهم، ان انت حضرتك هتاخد الموبايل تديله عادي وتسيبه في الفري، ومن النوع التاني تانسرت انفورميشنز، تصاحبه، تتكلم معاه، تشوف مشاكله. خلي بالكوا يا جماعة، التربية دي أصعب حاجة، مجاهدة، احنا كنا بنجاهد. أنا ممكن أقول كلام كويس دلوقتي بس في التطبيق صعب برضو عليا، ولكن هقول إيه؟ إن أنت تصاحب ابنك أو بنتك، تسمع وتتكلم بدون حكم، تمام، بدون حكم. ما مارست دور الأب أو الأم عليهم، أمارس في الوقت ده دور الصاحب. برافو عليك. فبالتالي في مراحل بدي انستراكشنز، في مراحل بدي سبورتيف، في مراحل بدي كوتشنج، في مراحل اعمل ديليجيشن، زيها زي فكره الشركات اللي احنا بنعملها في مؤسساتنا. انا دلوقتي موظف جاي جديد بعمله دايركشن، طفل جديد اعمل ما تعملش، برضو بحنكه حسب الليرنينج ستايل وحسب التعامل معاه. بعمله بعد كده سبورتيف، بدعمه كوتشنج، يجرب ويقول يعمل، يقابل اصحابه، تعال احكي لي. لو انت قلت له لا ده ولد غلط، الحاجه دي غلط، السلوك ده غلط غلط غلط، عمال يسمع على ودانه كلمات سلبيه، ودي من اخطر الحاجات في التربيه، ان الولد ما يشوفش منك غير السلبي. فين فكره ما شاء الله برافو عليك، ايه اللي بتعمله ده، ايه الرسمه اللي عملتيها دي، لبسك النهارده شيك قوي، إيه صاحبتك دي انا حبيتها جدا. مش موضوع ايه اللي انت لابساه ده، ولا انت غبي، ولا اصعب حاجه والله بجد، اصعب حاجه، زي ما انت عايز تاخد منه الايجابي اديله ايجابي، انت بتديله اللي هيطلعه لك. ركزوا، انت بتديله اللي هيطلعه لك. حاجه بتقول له كلام كويس يطلع لك كلام كويس، عايز يكون حاجه كويسه في المجتمع اديله كلام ايجابي ودعم دايما. احنا بنهمل هذا الامر وبنبص لنفسنا ان احنا لا، انجح في شغلي، انجح في حياتي، ابقى تايتل محترم. على فكره ممكن اعمل كونكرنت بارل، طبعا مش هيبقى زي 100% ان انا متابع وفي نفس الوقت 100% ان انا مش متابع، كل حاجه على حساب حاجه. بس عاوز ايه؟ عايز تربي حد قوي، اديله بوزيتيف، اسمع له، صاحبه، خش معاه. يعني احنا بنسمع مشاكل كتيره جدا، البنت بتفكر بطريقه سلبيه، ليه؟ اصل ماما مش ما تدينيش دعم، انا صاحبتي اللي بتسمع مني. وخلي بالكوا المجتمع صعب، اللي مش هيلاقي حنان وحب في البيت هيدور عليه بره. وبالتالي لو انت دلوقتي بتتعامل مع البنت والولد برضه سواسيه، ان ما فيش انت بنت ما تخرجيش عشان ده ولد، خلي بالكوا اللي انا بقوله ده طبعا عايز حلقات، بس انا بتكلم في حته ايه؟ الحاجات الايجابيه والسلبيه. انت بنت، ايوه، يعني ايه بنت؟ هتكره نفسها، الولد يخرج براحته تكره اخوها. وبالتالي انت محتاج الكلام اللي بتقوله بغض النظر عن انستراكشنز، ما هو ده صح ان البنت ما تخرجش مثلا بالليل، احنا بنتكلم على شرقي، الولد مثلا يرجع متاخر، انت شايف ان هو طبيعي، اذ ربما عندك الانستراكشنز دي واضحه بتربيتك، بس انت تقولها ازاي وتطبقها. بالظبط. ما كان دلوقتي انا خايف عليكي تخرجي بالليل، شوف الجمله، لا ما تنزليش بالليل غلط، تنزلي بالليل ازاي والشباب، ما ينفعش، نقيضين، شوف الفرق، والمعنى واحد، انا خايف عليكي تنزلي بالليل، تعالي ننزل سوا. هو ده الاب ودي الام، ده اللي احنا عايزينه في مجتمعاتنا. من ساعه ما احنا السوشيال ميديا دخلت، ونرجع لموضوعنا تاني، وبدات تحط مصطلحات احنا مش قادرين نواجهها، مش عايز اقول حتى نضدها، لا نتعامل معاها طبيعي. طبيعي ان في تيوب، انت حضرتك مثلا مسكت الموبايل بعد كام سنه، دخلت الجامعه، ابنك دلوقتي في بالظبط كي دلوقتي جي، ان هم قبل الكي جي كمان، ده من هم سنتين ثلاثه ماسكين الموبايل وعارفين، ممكن يعرفوا حاجات اكتر من الاباء والامهات يعرفوها. فبالتالي انت تتعامل مع ده، خد منه الايجابي، تعال علمني اتعلمت ايه النهارده. يعني السوشيال ميديا، حاجات على الفيسبوك واليوتيوب انت ما تعرفهاش، طب تعال بقى انت ايه، اعمل كده ازاي؟ ياه، الولد هيحس بقيمه فعليه، وده اللي احنا بناكد عليه الاباء والامهات. احنا شويه بقينا ناخد المسؤوليه بدري، خلي بالك برضو مش زي زمان، الاباء والامهات كانت يعني مثلا الجد والجده بتضغط عليهم بدري، احنا لا، مدلعين ولادنا، واحنا كجيل متدلع قوي لفتره كبيره، فهتحمل المسؤوليه مره تشوك، والتربيه بالتشوك او التحمل المسؤوليه بالتشوك اصعب حاجه. فجاه ديليجيشن، اتجوز حضرتك، خلصت جامعه، اتجوزي، ايوه، فين بقى الكورسز اللي نديها للناس دي؟ فين الدورات التدريبيه والتاهيليه للزواج؟ هو مشروع، كيف تحقق مشروع زواج ناجح على مستوى كل المراحل. وحضرتك مشروع زواج ناجح ده مش بس زوج وزوجه، لا حضرتك بتطلع جيل. صح،
بالدليل على الكلام ده ان دلوقتي احنا بنشوف نسب عاليه جدا من الطلاق في اول سنه جواز. ليه؟ عشان لا الولد مؤهل انه يفتح بيته يبقى مسؤول عن اسره وعن اولاد وعن بالظبط التزامات والكلام ده كله، ولا البنت مسؤوله او اتعلمت المسؤوليه انها تبقى مسؤوله عن اسره وعن اولاد وعن بيته، ازاي تبقى ربة بيت حتى لو هي بتشتغل. انا مش شايفه ان في مانع انها تكون بتشتغل وبتساعد في البيت، وفي نفس الوقت هي عارفه انها مجرد انها دخلت البيت هي زوجه. طبعا للاسف احنا من اجيال قديمه كان الكلام كله عن سيطره الرجل والسيد وامينه والكلام ده كله، وقعد فتره طويله جدا. مؤخرا بقى لنا كام سنه ظهرت الترند العكسي. بقى التنمر للسيدات، وبقى تقويه للسيدات حتى في الاعلام وفي الميديا كلها، انت أقوى. ادرى وانت اقوى وانت بقى التقويه في الجهه العكسيه. طبعا فبقى في تصادم، لا بقى ده عارف دوره يمشي ازاي من ولا ده، بقى الاثنين خسرانين، لا والمجتمع خسران، والريزلت الاساسيه الاولاد. بالظبط. فحضرتك دلوقتي لو احنا قلنا كل واحد عارف ادواره ومسؤولياته تجاه الاطراف، هننشئ توازن. ما قلناش الست ما تشتغلش، ما قلناش الراجل صاحب القوام، المعنيين حضرتك قلتهم برضو موجودين وستيل موجودين لمئات السنين، وستيل على فكره الست قوامها القوي في بيتها. معلش مع يعني مع احترامي لكل التايتلز، حضرتك انشئ جيل قوي مع التايتلز بتاعك، انت كده عملتي نجاح باهر. اكيد هخاطب في حضرتك وفي المستمعين لغه الامومه، مين احسن حد، او لغه الابوه، مين احسن حد نفسك تشوفه احسن واحد؟ اكيد ابننا او اكتر بنتنا. منك اكيد. فبالتالي لو جيت دي ضغط على دي، وازن بقى انت عايز تعمل ايه في الوقت ده. هتقرر انا عايز اعمل ده، فبالتالي ههمل هنا، او اعمل توازن زي ما حضرتك قلتي. صعب جدا، ولكن في نساء قادرة على هذا الامر، وفي رجالة تساعد. فبالتالي هو الوقت ده مهم، ان احنا بنتكلم بارتنرشيب، احنا عايزين ننشئ جيل، مش انا احسن وانا بشتغل وانت قاعدة في البيت او العكس. والكلام ده يا جماعه مش بنقوله كلام انستراكشنز، لا نجرب برضو، ما احنا مش انبياء، ما احنا بنعمل حاجات غلط كلنا، ولكن نجرب ونحاول ونغض الطرف ونساعد بعض عشان ننشئ جيل في الاول وفي الاخر كويس ومجتمع كويس. التعليم بقى دوره هنا فين؟ طيب قبل ما ندخل في قصه التعليم، في قصه التربيه برضو بنلاقي ان احنا باختلاف قيمنا حتى في المجتمع المصري هنلاقي مقسم لمجتمعات كتير، باختلاف المجتمعات دي هنلاقينا متفقين على أسس قيم واحدة، إنما بنلاقي نتائج مختلفة. هل ده تأثير السوشيال ميديا؟ بص، لو وضحنا الأمر، هو الولد بيكتسب خبراته وتعليمه، تعليمه وتقويمه منين؟ أول حاجة الأب والأم، تاني حاجة المدرسة، تالت حاجة الأصحاب، رابع حاجة الشانلز اللي هي الميديا. كل حاجة مترتبة، هي فعلا مترتبة كده. فانت دورك فين؟ هل يعني دور الاب والام في الفتره الاخيره بدا يقل؟ يعني الاول كان هو الدور الاساسي، والمدرسه كانت بتقوم بدور التربيه. بروف. يعني كانت وزاره التربيه والتعليم بدات هي مؤخرا التربية هي وزاره التربيه والتعليم بس اسما، هي بدات تتخلى عن دور التربيه، وبدانا يبقى دورها بس في التعليم. ودور الاب والام بسبب مشغولياتهم وبسبب ان هم قاعدين طول الوقت على الموبايلز، فبدا دور التربيه برضو يقل. دخلت السوشيال ميديا بتقلها، اثرت بقى هي اللي بقت قايمه بدور التربيه في البيت. ده نقدر نعمله ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك، هم تقريبا اربع او خمس او ست حاجات، هنتكلم على الاربعه المهمين، الوالدين والمدرسه والصحاب اللي هو الشارع والميديا. تمام. كل حاجه لها نسب، عمرك ما هتمنع اي حاجه، ولا عمر دور الاب والاب والام هيختفي، ولا عمر السوشيال ميديا هيختفي، ولا عمر المدرسه هتختفي. ولكن انت حسب ما انت عامل تقييم للمصادر دي هتعرف تتعامل معاها. يعني لسه موجودين في الاجيال بتاعتنا في دور الاب والام قوي قوي جدا كمان، وناس اعرفها شخصيا، والعكس. انت حسب ما انت تعمل تقييم. احنا في حياتنا في الشغل بعمل ايفالويشن الاول قبل اعمل بلاننج، اعمل تقييم قبل اعمل خطه. لو انت شفت ان انت تاثير السوشيال ميديا قوي، يعني ازاي تعمل مقاومه لهذا الامر؟ ازاي تقدر مش تقاومه، تتماشى معاه عشان تاخد افضله؟ انت دورك فين؟ فكل واحد بيحدد هو فين
وعايز يعمل ايه. لو انا مثلا بتكلم دلوقتي طب احنا يا احمد عندنا مشاغل كتيره جدا، اعمل ده ازاي؟ ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا، احدد يوم او ساعه او وقت ثابت يوميا نجتمع فيه كلنا. سوشيال ميديا في الاطفال الصغيرين او التينيجرز او حتى الكبار، ابدا برضو اتعامل احنا بنستفاد ايه يا جماعه؟ تعال نعمل برنامج ثابت نتفرج عليه كلنا سوا على السوشيال ميديا، تعالوا نشوف اذاعه او قناه او اي حاجه سوا كلنا. فبالتالي انت هتربط، تعمل ترابط اسري، وفي نفس الوقت ما منعتش دور السوشيال ميديا او الميديا. تعال خش المدرسه، احضر مجالس اباء، تعامل مع الاطفال، مع زمايله، صاحب زمايله، كلم والد او اب او ام الزمايل او الزملاء، كل ده هيبقى في سينكرونايزيشن في كل الشانلز دي مع بعض. تمام، بالنصايح دي نحب نشكر حضرتك ونختم حلقتنا النهارده. نشكر دكتور احمد مختار، كان ضيفنا في حلقه النهارده واستفدنا منه معلومات كتير جدا، يا رب تكون مفيده لكل اب وام، ويا رب نساهم بدور حتى لو بسيط في ارشاد ولادنا وارشاد المجتمع حوالينا، وازاي نعالج المشاكل اللي احنا بقينا كلنا بنواجهها بسبب السوشيال ميديا. كنت سعيده ان انا كنت معاكم النهارده في حلقه برنامج بيتنا احلى، وان شاء الله نستناكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا.